وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أحببت أن أبدأ معكم سلسلة جديدة حول التوبة. كم نحن بحاجة في هذا العصر الذي كثرت فيه المعاصي، كثر فيه البعد عن الله سبحانه وتعالى، كثرت فيه الظلمات من كل جانب تحيط بنا. علمنا رب العالمين كيف نتوب إليه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن أحبتي في الله، كنت قديما ذات يوم في حوار مع أحد الأشخاص وقلت له: هذه المعصية التي تظن أن الله لا يغفرها، قد يعطيك الله تبارك وتعالى عليها حسنات. فذهل حقيقة وبهت، ما هذا الكلام؟ قلت: سآتي بنص من القرآن العظيم يثبت ذلك. يثبت يعني، انظروا أيها الأحبة، انظروا الخطاب هنا للملحدين الذين يقولون إن هذا الإله يظلم الناس، يفترون على الله الكذب ويقولون: لماذا خلق الله الناس ثم يعذبهم؟ ماذا يستفيد هذا الإله من جهنم؟ أيها الأحبة، هذا الإله رحمته بلغت حدودا لا يتصورها عقل. أنت في القانون البشري الآن، مهما أكرمك القاضي، أقصى شيء يمكن أن يعفيك من العقوبة. أما أن يعطيك أموال على الجريمة التي ارتكبتها ويكافئك على ذلك، هذا شيء عجيب جدا الحقيقة. هناك آية في القرآن أتمنى من كل أخ أن يتأملها ويتدبرها ويحفظها ويتذكرها كلما خطر بباله أن يرتكب معصية، أو كلما دعته نفسه أن ينظر إلى ما حرم الله أو يتبع الشهوات، يتذكر هذا الموقف. قلت لذلك الرجل: الدليل من القرآن في أواخر سورة الفرقان، تأملوا أيها الأحبة جيدا. الله تبارك وتعالى يعدد لنا أصنافا من الجرائم. جرائم في حق الله هي أعلى أنواع الجريمة، أن ترتكب جرما في حق إنسان قد يعفو عنك هذا الإنسان، ولكن أن ترتكب جرما بحق الخالق العظيم فهذه جريمة عظيمة جدا. انظروا أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول عن عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه أعظم جريمة يمكن أن يرتكبها الإنسان، وهي الإلحاد، أن تدعو مع الله أحدا وهو خلقك ورزقك وتعبد إلها غيره. والمعبود هنا أيها الأحبة ليس من الضروري أن يكون صنم أو يكون حجرا. الإنسان قد يتخذ هواه إلها من دون الله، يتبع هواه ويتخذه إلها من دون الله. الإنسان قد يعبد المال ويتخذه إلها من دون الله، قد يعبد القوي وذوي السلطة وذوي المال ويتخذهم أولياء وآلهة من دون الله عز وجل. هذا كله إشراك بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، بدأ القرآن هنا بأعظم جريمة لا تغتفر. على فكرة الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك والإلحاد، أرجو من كل ملحد يسمعني الآن أن يحذر
لأننا نريد له الخير. ما مصلحتنا عندما ننبه إنسان نراه ينجرف بنفسه باتجاه جهنم والعياذ بالله وباتجاه الفشل؟ ندعوه أن يعود إلى العقل، ندعوه أن يعود لطريق الجنة. الشرك ذنب عظيم لا يغفر، بدأ به القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس أيها الأحبة من أعظم الأعمال التي يتصورها العقل، أن تقتل إنسانا بريئا. والمسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأول ما يقضى به بين العباد يوم القيامة الدماء. فإذا كنت بريئا من دم الناس فأنت في خير. إذن الجريمة الثانية هي القتل، قتل النفس المحرمة التي حرم الله إلا بالحق. الجريمة الثالثة: ولا يزنون، الزنا. طبعا هنا الآية تتحدث عن عباد الرحمن، وسأقول لكم بعد قليل كيف أن هذه الجرائم يمنح صاحبها أجرا وثوابا عظيما في حالة واحدة، سنعرف ما هي بعد قليل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، جريمة عظيمة جدا، الشرك بالله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، القتل جريمة عظمى. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ذليلا. كنت مستكبرا في الدنيا تقتل وتزني وتشرك بالله، أنت اليوم ذليل مهان، يضاعف لك العذاب نتيجة أعمالك الإجرامية بحق الله وحق عباد الله. طيب هنا بقى الآية ماذا تقول لكم أيها الأحبة؟ إذن إنسان لهذه الجرائم الثلاثة، أشرك بالله والعياذ بالله ذنب عظيم الحد، زنى وقتل النفس، ارتكب كل أنواع الفواحش، وربما شرب الخمر، وربما يعني أذى الناس إلى آخره، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن ثلاث جرائم يقابلها ثلاثة أعمال. العمل الأول التوبة. هل أدركتم معي أهمية التوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله كل يوم 100 مرة. كم مرة تتوب إلى الله أنت؟ تذكر معي، تذكر آخر 24 ساعة كم مرة تبت إلى الله؟ تذكر آخر شهر مرة من حياتك كم مرة تبت قلت أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، كم مرة قلتها بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ من هنا تدرك لماذا الهموم والكوارث تحيط بنا، لأننا ابتعدنا عن هذا المنهج، منهج التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن التوبة الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. التوبة قبل الإيمان على فكرة، تتوب إلى الله وتبدأ بعد الإيمان بالعمل الصالح لتثبت صدق هذه التوبة. فأولئك ماذا أيها الأحبة؟ نذكركم: الشرك بالله والقتل والزنا. فعل كل هذه الأمور ثم تاب وآمن وعمل صالحا، تصدق في سبيل الله، نشر الدعوة في سبيل الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، يعني تصوروا أيها الأحبة هذه هذا العطاء الرائع حقيقة. تصوروا هذه الفرصة التي يعطيها الله عز وجل لكل مؤمن يتوب إلى الله. تصور أنك تقوم بمعصية والله يعطيك عليها الأجر والثواب. كم هذا الإله رحيم. هل يوجد من البشر، أنت اليوم إذا أسأت إلى إنسان مجرد إساءة لفظية، لا يتكلم معك، يعرض عنك، إذا لم يسئ لك أيضا أو يضربك أو يفعل أشياء أخرى، إذا أسأت لإنسان بفعل أو بكلام، أقصى شيء يمكن أن تتصوره أن يعفو عنك، ولكن أن يحسن إليك ويعطيك مقابل هذه الإساءة، هذا لا يحدث في حق البشر. فكيف بهذا الخالق العظيم الذي وعدك أيها الملحد وأيها المقصر أنه سيعطيك أجرا وحسنات بدل السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له انظر، هذه الحسنات كأمثال الجبال، هذه لك. فيستغرب هذا العبد أنه لم يعمل هذه الأعمال، من أين جاءت؟ فيقال له أتذكر يوم عصيت الله وفعلت كذا، ويوم أشركت بالله، ويوم ارتكبت هذه الفاحشة وارتكبت هذه المعصية. عندما تبت إلى الله أبدل الله السيئات حسنات، هذه كأمثال الجبال يوم القيامة. والله أيها الأحبة هذا المعنى ينبغي أن يعني نتشربه في أعماقنا، هذا المعنى ينبغي أن نتذوق حلاوته. كثير من الأحبة يسألونني لماذا لا نشعر بحلاوة الإيمان، لماذا لا نتذوق حلاوة الإيمان. السبب أنك لم تتذوق حلاوة التوبة إلى الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتوب إلى الله كل يوم 100 مرة وأكثر، يعني على الأقل 100 مرة، هل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا عبثا، أو كان يذنب ليتوب مثلا وهو الذي عصمه الله عليه الصلاة والسلام؟ التوبة إلى الله حلاوة ولذة، وفيها يعني فيها إحساس بالسعادة أيها الأحبة. في الغرب يدرسون أسرار السعادة، هناك مجلات تتحدث وتنشر أبحاثا عن السعادة، ولكن لا يصلون إليها. لماذا؟ لأنهم يبحثون عن السعادة في معصية الله، في الزنا وفي الخمر وفي اتباع الشهوات، لذلك لا يحصلون على السعادة. فتجد أن لديهم أعلى نسبة في الانتحار في الغرب أو في الشرق خارج الدول الإسلامية. نحن المسلمون ولله الحمد أكرمنا الله بنعمة ولذة، هي لذة التوبة، أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. هذا الإحساس أيها الأحبة الذي تأخذه عندما تكرر هذه العبارة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وهذا هذا الدعاء ينحفر وينطبع في عقلك اللاواعي. العقل اللاواعي هو الذي يتحكم بمشاعرك وردود أفعالك وسعادتك وحتى اتخاذ القرار. فأنت عندما تقحم هذه المعلومة كل يوم 100 مرة، نحن الآن نتحدث من زاوية علم النفس أيها الأحبة، عندما تقحم في عقلك الباطن معلومة
تقول فيها أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأنت تقول هذا الكلام تتذكر إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تتذكر أن هذه السيئات كيف يمكن أن تنقلب إلى حسنات برحمة الله. تتذكر هذا الإله العظيم كم هو رحيم بك. تتذكر أن الله عز وجل الذي يعطيك هذه النعم نتيجة مجرد كلمة أنت تقول أتوب إلى الله، هي كلمة فقط، يمحو الله هذه الذنوب ليس فقط بل يبدلها حسنات. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. إذا نتيجة التوبة بدأ بالتوبة وانتهى بالغرفة وهي مكانة عالية جدا في الجنة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني هذا الإله العظيم هل هو بحاجة أن يناديك أيها العبد الفقير الضعيف الذي لا تعتبر شيء بالمقاييس الكونية؟ هذا الخالق العظيم عندما يدعوك ويخاطبك أنت شخصيا يقول لك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هل الله عز وجل بحاجة لك أيها العبد الفقير وهو خلقك ورزقك ثم تعصيه وتستكبر ثم يدعوك للتوبة؟ طيب هل هذا الإله هل هو إله عنف وإرهاب كما يدعون أم هو إله الرحمة؟ من أكثر الكلمات، يعني كلمة عنف لم تذكر في القرآن أيها الأحبة، كلمة سيف لم تذكر، الرحمة ذكرت مئات المرات، المغفرة ذكرت كثيرا، التوبة ذكرت. يعني صفات الله عز وجل المليئة بالرحمة والمغفرة مذكورة بشكل كبير جدا في القرآن. الكلمات التي فيها العنف والحرب والسيف ذكر، السيف لم يذكر والعنف لم يذكر، ذكرت الحرب في مواضع قليلة جدا فقط وفي معاني أخرى غير الحرب التي نعرفها. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، هذه الحرب شنها الله على آكل الربا ليس لها علاقة بالحروب التي نعرفها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الحروب الإعلامية اليوم على الإسلام والتي يطفئها الله سبحانه وتعالى كلما اشتدت هذه اللهجات الإعلامية الكلامية التي يطلقونها ضد هذا الدين الحنيف تجد أن أعداد المسلمين تتزايد حسب إحصائياتهم هم في الغرب أيها الأحبة. ونجد أن الفيديوهات التي تدعو للإعجاز وللإيمان وللقرآن في ازدياد ونجد أعداد هائلة من المسلمين يعتنقون الإسلام. طيب ماذا يدل ذلك أيها الأحبة؟ يدل على أن هذا الدين دين رحمة وتسامح، وإلا ما الذي يجعل نسبة كبيرة اليوم من الناس في الغرب يعتنقون الإسلام لو كان دين إرهاب وسيف وكذا؟ هم يكتشفون الحقيقة. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، بأفواه إعلامية بالكلام، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن هل أيها الملحد هل أنت تبدأ حربا مع الله؟ طيب الله هو الذي خلقك وهو الذي أعطاك هذه القوة وأعطاك هذا العلم ومكنك كما مكن فرعون الذي استكبر فأغرقه الله، ومكن عاد وثمود كانوا أشد قوة وأكثر علما أهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم
فمن أنت أيها الملحد لتتحدى الله عز وجل؟ إذن أيها الأحبة، هذا الفيديو أيضا هو رد على من يدعي أن الله عز وجل خلق الناس ليعذبهم. خلقك وأعطاك حرية مطلقة وهيأ لك كل أسباب الاختيار ثم دعاك للخير، فأجرمت وألحدت وربما قتلت وربما زنيت وربما شهدت الزور وربما فعلت كل هذه الأفاعيل، يعود ويدعوك هذا الخالق العظيم ويقول لك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يدعوك ويقول لك: تعال وخذ بدلا من السيئات حسنات. طيب والله أيها الأحبة، رحمة الله لا تستطيع الكلمات أن تصفها. أنا لدي فقط أريد أن أختم بآيات من سورة غافر. هذه الآيات حقيقة أنا أتأثر بها كثيرا. أحب كل إنسان أن يستمع لسورة غافر، سورة مليئة بالمغفرة والتوبة. يا رجل، يعني سورة اسمها سورة غافر، يدعوك الله ليغفر الذنب لك. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. انظروا أيها الأحبة، عرش الرحمن الذي كوننا، هذا الكون الذي نعيش فيه، الذي فيه على الأقل 200 مليار مجرة ويبلغ نصف قطره 13.7 مليار سنة ضوئية، كل هذا الحجم يعتبر مثل ذرة أمام عرش الرحمن. الملائكة بالمليارات ربما يحملون عرش الرحمن، ومن حول هذا العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. هل رأيت كم أنت مهم أيها الإنسان؟ هل عرفت كم أنت مهم عند الله؟ أنت الآن عند الناس لا تساوي شيئا، ولكن هل عرفت قيمتك عند الله؟ هؤلاء المليارات من الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون للذين آمنوا، مليارات الملائكة تستغفر لك أيها المؤمن. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. يا لطيف، فاغفر، دعاء تدعو الملائكة لك عندما تتوب. يا أخي والله يعني لنا عقول نفكر بها. أنا الآن غافل عن ذكر الله، غارق في الشهوات، هناك ملائكة في السماء يحملون العرش، هؤلاء أشرف الملائكة، هم حملة العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يستغفرون لمن يقول تبت إلى الله. مجرد أن تتوب إلى الله هناك مليارات من الملائكة بدأوا يستغفرون لك بمجرد أن تبت إلى الله. ويستغفرون للذين آمنوا، ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. يا رب اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يدعون لك بالمغفرة وأن يقيك الله عذاب جهنم. ليس هذا فحسب، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سبحان الله، يعني المؤمن بمجرد أن يتوب التوبة مباشرة تنتقل للأزواج والآباء والذريات. أخي الشاب، بمجرد أن تقول تبت إليك يا رب، مجرد التوبة، مجرد أن تقول أستغفر الله
وأتوب إليه. هل تتصور مفعول هذه الكلمة أين يصل؟ هناك ملائكة سيستغفرون لك ولآبائك، يعني أبوك وأمك وجدك وإلى آخره، سلسلة بقى، وأزواجهم زوجتك وذرياتهم وأبنائك. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، دعاء للمستقبل، يعني ليس فقط الآن. الفوائد ليست مجرد مغفرة وتوبة ودخول جنة، هناك دعاء مستقبلي. وقهم السيئات، السيئات لا تعني فقط أن توقى مثلا شر الزنا والفواحش وكذا، توقى شر حادث سيارة مثلا، هذا الحادث يسيء لك، الله يقيك منه ببركة دعاء الملائكة. يقيك شر إنسان ظالم، يقيك شر خسارة، يقيك شر فشل دراسي، يقيك شر جار يؤذيك. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ. ولكن السيئات التي في الدنيا هي شيء بسيط، أما يوم القيامة هناك في ذلك اليوم أيها الأحبة، عندما يعني يقي الله الإنسان السيئات، هذا إنسان فاز فوزا عظيما. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. طيب، هل تحب أن تكون في هذه المرتبة؟ أنا أريد أن أسأل هؤلاء الملاحدة. أنتم تقولون إن الله خلق الناس ليعذبهم، هل هذا إله يريد أن يعذب الناس؟ ما الذي يمنعك من التوبة الآن؟ الآن أيها الملحد في هذه اللحظة وأنت تستمع إلي الآن، هل هناك قوة تمنعك أن تقول أتوب إلى الله؟ لا، لا يوجد، أنت حر وتستطيع أن تفعل ما تشاء. ما الذي يمنعك من التوبة؟ أقول لك يمنعك التكبر وكره والكره لله عز وجل وكره المؤمنين. طيب ماذا تتوقع أن تكون النتيجة؟ كل هذه المغفرة وهذه التوبة وهذه المحبة من الله لك يريد أن يبدل سيئاتك حسنات، وأنت تنكر هذا الإله وتسيء لعباد الله وتسيء لله عز وجل وللقرآن وللأنبياء، ثم تقول إن الله يظلم الناس. هل هذا منطق؟ يعني هل هذا المنطق يتقبله عقل؟ أنت نفسك أيها الملحد إذا جاء من ضربك وآذاك وفعل بك الأفاعيل، إذا ذهبت وقدمت شكوى ضد هذا الشخص يتهمك أنك تريد أن تسيء إليه، من الذي أساء للثاني؟ هل أنت الذي أسأت أم الذي اعتدى عليك هو الذي أساء لك؟ فأنت تنكر وجود الله، تستهزئ بالأنبياء، تنكر القرآن، تشتم عباد الله من المؤمنين، وتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يروج للخرافات والأساطير، وتحاول أن توهم الناس أنه لا يوجد إله لهذا الكون، ثم بعد ذلك تقول إن الله ظلمني. لا والله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا، وأدعوكم أيها الأحبة دائما أن تتذكروا وتضعوا هذه المعلومة في أعماقكم هنا وفي قلبكم. تذكر أنك بمجرد التوبة هناك ملائكة هم حملة العرش يستغفرون لك، بدأوا يستغفرون لك ولأبيك وأمك وجدك آبائك، ويستغفرون لزوجتك ويستغفرون لأبنائك، تصوروا، ويدعون لك بدخول الجنة. هكذا ينبغي أن تتصور مفعول التوبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس عبثا أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذن لنبدأ الاستغفار والتوبة إلى الله، ونستفيد من هذه الميزات الهائلة جدا، ونكون في رحمة الله عز وجل يوم لا ينفع مال
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.